سنة 1903 الرئيس هو إنريكي سيرزو توريس، والأكيد من هو الملعب ملعب شهير ديال أتلتيكو مدريد الإسباني فيسنتي كالديرون. أعتقد بأنه حتى الملعب اللي كنشاهدوا اليوم يعني يمكن لا يقل أهمية على فيسنتي كالديرون، خصوصا التاريخ ديالو، ولأن الفريق كذلك الاتحاد طنجة من الفرق اللي مروا بها لاعبين كبار. يمكن نذكروا يعني إدريس مرابط، سعيد الزعلي اللي لعب في فريق الوداد، سيف الدين الروبيو، وفرق كبيرة وسيمو أكيد لأنه اليوم غادي يكون في دكة الاحتياط. فأكيد أن اتحاد طنجة أعطت العديد من، وأنا تشرفت أنني لعبت ضد فريق اتحاد طنجة المواسم عديدة، لعب خصوصا في الثمانينات، فريق نتمنى على أن ساكنة طنجة والمسؤولين على مدينة طنجة المدينة الجميلة أن تكون عندها استراتيجية عمل للمدى المتوسط والبعيد لإعطاء فريق متميز، ماشي فريق يعمل لاسونسور يصعد وينزل. بغينا فريق في طنجة وكذلك في تطوان وفي كل المدن المغربية، خصوصا أن الآن مدينة طنجة تتوفر على ملعب متميز بكل صراحة، لأن ما كنقولوش شي حاجة غير من فراغ، ولكن حنا كنشوفوا ملعب متميز عشب من الطراز الرفيع بكل صراحة، فغنشوفوا الكرة كيفاش غادي تمشي في هذا الملعب بكل أريحية وبكل سلاسة. فأعتقد أن ما عند أي عذر على الفريق أنهم يقدموا لنا طبق كروي متميز، وخصوصا في هذا حضور لاعبين كبار يعني ديوغو جودين اللي غادي يكون اليوم في صفوف اتلتيكو مدريد، مدافع الصعب الصلب الاوروغوياني ديوغو كوستا لاعب البرازيلي اللي مسجل حتى الان 6 ديال الاهداف بالدوري الاسباني. هناك ايريز الاسباني اللي كيلعب وسط الميدان، خوسي انطونيو ريسيس مهاجم كبير جدا 5 ديال الاهداف، واكيد بانه الحديث كذلك حول فورلان واغويرو، هادو لاعبين اللي حاضرين اليوم بملعب طنجه. غادي ننتظروا غير واش المدرب سانشيز انه يدخل هاد اللاعبين حتى انه الجمهور يشاهد اليوم. بالفعل وحنا كلنا نتمنوا ان نستمتعوا باللاعب اغويرو اللي كنعرفوا ان عنده كما كنقول الفرنسي لو شونجمون ريتم، يعني ذاك التغيير في الايقاع في 10 امتار، يعني يصعب على اي لاعب او مدافع انه يلحق به، لان هذه اللي بغينا نشوفه، بغينا اللاعبين المغاربه يستافدوا مثل هذه العقليه الاحترافيه ديال اللاعبين. نتمنوا على ان كما قلت اننا نشوفوا طبق كروي اهداف، لان الجمهور اللي حاضر الان يبغي يشوف اهداف كثيره، لان المباراه استعراضيه ما يهمش الفائز ما يهمش الخاسر. نتمنوا على ان المباراه تليق بسمعة هذا الافتتاح ديال هذا الملعب الجميل بكل صراحة، ملعب جميل وجميل جدا. نتمنى على أنه يستضف أكيد وأكيد جدا أنه غيستضف كبرى اللقاءات خصوصا ديال المنتخب المغربي، ونتمنى على أن هذا الملعب يكون فال خير على الكرة المغربية إن شاء الله. على الجانب النفسي ديال فريق اتحاد طنجة، لأنه ماشي من السهل يعني مواجهة فريق أتلتيكو مدريد اللي نذكر بأنه فاز بكأس الملك 9 ديال المرات، فاز بالدوري 9 ديال المرات، هو حامل لقب أوروبا ليج الموسم الماضي، وكذلك كأس الممتازة الأوروبية اللي من خلال كان فاز على فريق انتر ميلان ب2-0. فالجانب النفسي ديال فريق اتحاد طنجه خلال المواجهه ام يمكن كما ذكرت في الاول يكون حافز للاعبين لتقديم افضل العروض اليوم. اكيد ان فريق اتحاد طنجه غيقدم مباراه جميله، لان اكيد ان لاعبي فريق اتلتيكو مدريد ما غيندافعوش بالقوه المعوده في الدوري الاسباني، لان غير مباراه استعراضيه، والاكيد ان عندهم مباريات قويه في الدوري الاسباني. اكيد ان فريق اتحاد طنجه هي فرصه كما قلت للاحتكاك، يعني الاحتكاك مع لاعبين دوليين من الارجنتين، تقريبا من 4 أو 5 جنسيات، برازيل، البرتغال، يعني من الاوروغواي، فهي مدارس كرويه. 23 لاعب اسباني، 4 ديال البرازيليين، 2 ديال اللاعبين من الاوروغواي، لاعب من كولومبيا، لاعب من الارجنتين، وهذا كيبان يعني القرب ديال الكره الاسبانيه من الكره اللاتينيه. ثم هناك لاعب من تشيلي ولاعب من الكونغو، هو سيدريك مبواتي، هذا لاعب اللي هو غادي يكون الوحيد ممثل ديال الكره الافريقيه في هذا الشهر. هو ان اللاعب محترف امتى كي تكون عنده الفعل وردة الفعل؟ عندما كيكون استفزاز، يعني استفزاز بالمفهوم ايجابي، يعني عندما مثلا ممكن ان اتحاد طنجة انه